السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى تحية من معلقكم الرياضي عصام عبدو هنا من ملعب بابا يارا، واللقاء رقم 24 في تاريخ مواجهات المنتخبين الكبيرين. النهاردة مؤسسي البطولة الإفريقية بذكريات عام 57 بيلتقوا، ولكن في الحقيقة ملعب من أجمل ملاعب هنا في غانا. دي تشكيلة المنتخب المصري الحضري جول كيبر، نفس التشكيلة اللي بدأ بها حسن شحاتة اللقاء السابق. أحمد فتحي 7 على اليمين، وبيلعب بثلاثة في قلب دفاع هاني سعيد 6، وائل جمعة وجنبه على طول محمود فتح الله، على اليسار سيد معوض، واثنين ارتكاز حسني عبد ربه ومحمد شوقي، امامهم على طول محمد زيدان احد نجوم هذه البطوله ان شاء الله في هذا المونديال الافريقي رقم 9، امامه عمرو زكي وعماد متعب. عموما منتخب الفراعنه حيكون على يساركو بزيه الاحمر النهارده والشورتات السوداء، والمنتخب السوداني حيكون على يمين الشاشه مع صفيره كوفي كوتش. ضغط المنتخب السوداني والعرضيه يطلع الدفاع المصري ثاني، ثم يرجع هنا في منتهى الخطوره، خطيره جدا، ولكن الحضري، ولكن وحش افريقيا الاول عصام توفيق الحضري. حسني عبد ربه، ادي حسني على طول يسقط الكوره، انما الدفاع موجود، دفاع موجود، وحكم اللقاء بيقول ما فيش ركله جزاء، حكم اللقاء بيقول ما فيش ركله جزاء هنا على اللاعب عصام الحضري بصفته الكابتن. فيها شك كبير، ركله ركنيه، تركيز عالي جدا، مباراه مهمه جدا للمنتخبين، ركنيه على القائم الاول، تتلعب خطيره جدا، والحضري يمسك، الحضري يمسك. منتخب السودان بيقدم اجمل 11 دقيقه في المونديال الافريقي لحد الان. 19 دقيقه لعبت على الارض، بيسلم في الارض، موسى زوما ياخد قرار التسديد قويه جدا، ولكن تخبط في دفاع المصري، معاه تسديده خطيره، الحضري ممتاز، الحضري ممتاز، ممتاز عصام الحضري، كره في منتهى القوه، وادي التسديده على طول. منتخب السودان بيقدم اجمل ثلث ساعه، كان غايب في لقاء زامبيا. مره اخرى ثانيه هنا على الارض، ادي زيدان، مهاره زيدان السبعه الجميله، انطلاقه ثانيه حسني ياخد القرار، حسني هدف وحيد لحد الان، سيد معوض مع نادي الاسماعيلي للعرضيه، خطيره المصريه ثم راسيه، ولكن على طول في حارس المرمى. وفي 26 نوفمبر عام 63 كان هذا التعادل. شوقي والتسديده، شوقي والاتقان، منتخب مصر والهجمه في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره، ركله جزاء، ركله جزاء، ركله جزاء، ركله جزاء، بدايتها زي كاميرون، بدايتها زي حكايتها، وركله جزاء لصالح المنتخب المصري، ودي هيدي على طول هنا كارت لصالح المعز محجوب، الكارت الاصفر الثاني، واول ركله جزاء لصالح نجوم الفراعنه. يلا حليها، يلا ولعها، يلا نغنيها. زي ما قلت لحضراتكم، انا شخصيا عندي علاقات سودانيه جميله. ركله جزاء مصريه مع احلام وافراح مليونيه، جوه الجول، هدف، 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 هيعيدها ثاني، هيعيدها ثاني حسني عبد ربه. كوفي كوجا بيقول له عيد الكوره ثاني بعد ساروجاوا، يعيد الكوره مره ثانيه حسني عبد ربه. مصر بلد تتنفس كره قدم. حسني عبد ربه ركله جزاء، بلوك اثنين، هوبا يا حسني يا معلم، يا عيني يا عيني يا عيني. حسني عبد ربه حكايه جميله، قصه جميله، موضوع اخر في نص ملعب. شوف البكاء يا جماعه، تلعب لاسم بلدك قصه كبيره، تلعب لاسم بلدك، تدير منتخب بلدك، تعلق لبلدك، كل دي احاسيس وطنيه غير طبيعيه. شوف حسني عبد ربه وشوف الملامح، وبينه وبين حضراتكم في ستريس جامد على المنتخب الوطني المصري. حسني عبد ربه اول هدف اللقاء، اول هدف اللقاء حسني عبد ربه. موسى زوما يلعب العرضيه، ولكن يطلع على طول حسني عبد ربه، عامل ماتش كبير، الله، دانا دانا دانا، قصيفه من الخرطوم لحد هنا، لحد ملعب بابا يارا. بص شوف القوه وجمالها، بص شوف اداء المنتخب السوداني افضل بكتير جدا من يومه امام المنتخب الزامبي. خدها مني نصيحه، النهارده منتخب السودان الحقيقه بيقدم مباراه كبيره. ان حسن شحاته الحقيقه، انطلاقه ثاني بوجه القدم جميله في المكان الفاضي، انطلاقه، زيدان اللي بيكلم الكوره، زيزو، زيدان، ولكن تسديده عاليه جدا، عاليه جدا في الاخير الى ضربه المرمى. كوفي كوجا خلاص ينهي احداث الشوط الاول من لقاء وادي النيل، من لقاء الاشقاء 16. موسى زوما 3، يعني على اساس ان كان في مراقبه الحقيقه مان عليه جامده جدا، انطلاقه مصريه خطيره، احمد متعب، هوبا ديت سيد معوض، هي سيد 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 سيد، خطيره 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 في اول نصف دقيقه من الشوط الثاني. ادي البره، الباصه يخرج لبره، الطرف الايمن للمنتخب السوداني، انتهى الخطوره، ولكن الحمد لله ضربه فرق 1-0، بينما انطلاقه ثانيه زيدانيه، زيدان العالمي، زيزو العالمي، هوبا زيزو، هوبا زيزو،
يا ولد يا زيزو، يا ولد يا ولد يا زيزو، حكاية حدوتة مصرية بأقدام ألمانية بأقدام همبورجية كانت ممكن تصنع الفارق في مرمى الحارس السوداني المعز محدود. بص محمد زيدان الطريق اللي في راسه لسه ما وصلوش، زي ما دلع كميني يمني النفس الآن إنه يصل لمرمى المنتخب السوداني. بص شوف زيدان، شوف السرعة في الانطلاقة، شوف الباصة من عماد ده وعمرو زكي انطلاقة، ولكن الكرة متطرفة، دخل الجامد جدا المدافع السوداني وتسديدة حلوة، ولكن صد أجمل حية هيعملوا صعوبة في الماتشات القادمة خصوصا حتى كمان أمام زامبيا. أدي زيدان هينزل أبو تريكة، خرج زيدان، خرج زيدان ونزل أبو تريكة، نزل أبو تريكة. شوف أول ما ينزل الجماهير تفرح وتسعد بيه الجماهير المصرية هنا. محمد أبو تريكة هو البديل، وهيخرج محمود فتح الله، وهينزل أحمد حسن، هيلاعب يمكن أحمد فتحي لجوه، ينظف تاني منطقته وائل للأمام على طول. عماد متعب، عماد متعب قادر انفراد اثنين على اثنين، عماد متعب يلم كورته كويس. أبو تريكة، أبو تريكة الباصة في العمق، يا عيني على الباصة خطيرة، عمرو زكي وجول، عمرو زكي هو جول، عمرو زكي، أبو تريكة، أبو تريكة، أبو تريكة، عالمي أبو تريكة، عالمي أبو تريكة، أبو تريكة، أبو تريكة، أبو تريكة. بص شوف محمد أبو تريكة، بقول لحضراتكم هو الزناتي خليفة، وهو الزير سالم، وهو أحد أصحاب القصص الشعبية المصرية الجميلة. شوف نزل يا جماعة لعيب بركة ما شاء الله عليه محمد أبو تريكة، وادي الهدف الثاني يصعب بيه مأمورية المنتخب السوداني ويضع المنتخب المصري الآن في آخر 14 دقيقة. ادي اللمسة، وادي الكورة الجميلة، وادي الجماعية من عمرو زكي، وادي هنا هل ممكن يكون خاف يسجل ولا جماعيته عالية جدا. بص الباصة من أبو تريكة عملها لعمرو زكي وجماعية ممتازة، هو قصدها عمرو زكي، ممتاز ممتاز عمرو زكي، يلعبها على طول لمحمد أبو تريكة، يعلن على الهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني المصري. هدف جميل وجملة جميلة. بص الباصة السحرية يا جماعة، كرة القدم في الراس يا أبو تريكة، ممتاز، دايما تثبت هذا الكلام. حضر كورته تاني هنا على طول إلى عماد متعب، متعب عاوز يسجل، متعب للأول، متعب متعب متعب، ولكن في إيد المعز محمود. برافو يا أولاد نجوم المنتخب المصري الآن، يمنون النفس، يمنون النفس، الأمال الآن داخل الأذهان. انطلاق أبو تريكة، أبو تريكة، أبو تريكة، تريكة يا أبو حلواني مصر، حلواني الكرة المصرية، يا عيني يا عيني يا عيني عليك أبو تريكة. من أنهي فصيلة، من أنهي نوعية، من أنهي قصة، من أنهي حكاية؟ رائع جدا محمد أبو تريكة. أدي الثلاثية المصرية في المرمى السودانية، بيبص ويشوف، وأدي السجدة الجميلة. لعيبة مصر مركزين، لعيبة مصر مركزين، حسني عبد ربه الباصة، أبو تريكة الهمسة، أبو تريكة بص رفع عينه فين، وطمع المعز محبوب إنه هيلعب العرضية للاعب عماد متعب، ولكن هنا ذكاء الملعب، هنا خبرة السنين، هنا ثقافة أبو تريكة، هنا روعة المصريين. ارفع عينك دايما، ارفع راسك دايما، أنت فرعوني ممتاز. وبأقدام أبو تريكة يسجل المنتخب المصري ثالث أهداف المباراة، 3-0، 3-0. شوف أبو تريكة رفع عينه هنا إزاي يا جماعة، يا ولد العين، شوف ثبت واقف اللاعب المعز محبوب يا جماعة، فيها لقطة معبرة جدا. هاني سعيد الباصة، شوقي اللمسة على الأرض، كل ده الكلام ده شغل حسن، سلام عليك يا أبو علي، انطلاقة للرابع، أبو تريكة للرابع، وخطيرة خطيرة أحمد حسن، أحمد حسن عفوا، هذا أحمد حسن عاوز يسجل، محاولة تانية على طول كرة عرضية، تبحث عن رأسية بالنسبة لمنتخب مصر، أحمد حسن في البعيدة خطيرة، ولكن ضربة مرمى فكرتها حلوة جدا، لعبها عكس اتجاه اللي هو جاي منه إلى ضربة مرمى. 3-0 صالح منتخب مصر، هدفين، وادي كوبي جوجي أعتقد خلاص هينهي أحداث الشوط الثاني. ألف ألف مبروك للمنتخب المصري، فوز في الهاف تايم الثاني بهدفين، وشوط أول بهدف، 3-0 على شقيق المنتخب السوداني، فعلا هارد لاك للمنتخب السوداني، وألف مبروك لكل عشاق الكرة المصرية، مبروك إن شاء الله أحبائنا الكرام، لقطات معبرة جميلة وفرحة مصرية وأجواء مصرية هنا من ملعب استاد بابا يارا.